الأمن الولائي سجلت نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة وزجرها، وإليكم إحصائيات خلال سنة 2008 التي توضح ذلك. على صعيد الجهة الشرقية، عدد القضايا المسجلة 26,029، عدد القضايا المنجزة 21,935، عدد الأشخاص المقدمون إلى العدالة 26,985، نسبة نجاح القضية على مستوى الجهة الشرقية 85%. على صعيد منطقة وجدة، عدد القضايا المسجلة 9,039، عدد القضايا المنجزة 6,544، عدد الأشخاص المقدمون إلى العدالة 7,740 شخص، نسبة نجاح القضية 70%. أما فيما يخص محاربة ترويج المخدرات بجميع أنواعها على صعيد الجهة الشرقية، فقد تمكنت مصالح الأمن خلال سنة 2008 من حجز نايل مخدر الشيرة 5 طن و16 غرام و728 غرام، الأقراص الطبية المخدرة 1347 قرص، المخدرات القوية الكوكايين 110 غرام، الهيروين 650 غرام، الماريخوانا 10 كيلوغرام، الآليات المحجوزة 103 سيارات 24 دراجة نارية بالإضافة إلى حافلة وشاحنة. وفي إطار السعي المتواصل لمحاربة ظاهرة التهريب بصفة عامة وتهريب البنزين بصفة خاصة، ونظرا لما تشكل هذه الظاهرة من انعكاسات على الاقتصاد الوطني والخطورة البالغة على سلامة الساكنة بسبب ما تخلفه وسائل النقل المستعملة من حوادث سير مأساوية، فإن ولاية أمن وجدة اعتمدت خطة أمنية محكمة جندت لها عدد كبير من العناصر والمعدات لتأمين الشريط الحدودي الممتد من طريق مغنية إلى طريق تويس كوكر مرورا بواحد سيدي يحيى، ونصب عدد من السدود القضائية الثابتة، وكذا نقط مراقبة لسد الثغرات التي اعتاد المهربون سلكها، بالإضافة إلى تعيين دوريات متحركة للمراقبة والتدخل لرصد كل الطرق والمسالك التي يعبرها المهربون. هذه الحملة تكللت بالنجاح وسجلت نتائج جد إيجابية خلفت ارتياحا كبيرا لدى ساكنة مدينة وجدة. وفيما يلي بعض الإحصائيات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن في إطار محاربة هذه الظاهرة. الكميات المحجوزة خلال سنة 2008 والأشهر الأربعة من سنة 2009، كمية البنزين المحجوز 133 طن و146 لتر، عدد السيارات المحجوزة 104، عدد الدراجات النارية المحجوزة 77، عدد القضايا 443 قضية قدم فيها 216 شخص إلى العدالة. أيها الحضور الكريم، كما تعلمون فإن الجهة الشرقية تعرف إقلاعا اقتصاديا واجتماعيا بفضل المشاريع الكبرى التي أعلن عنها صاحب الجلالة نصره الله في الخطاب التاريخي الذي ألقاه بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003، وكذا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ أصبحت مدينة وجدة بفضل التأهيل الحضري تعرف إنجاز أوراش كبرى بجميع أحياء المدينة، وقد وكب هذه النهضة العمرانية حماية أمنية لهذه المنشآت العمومية وغيرها من المرافق المماثلة وتطهير الشارع العام من الظواهر المشينة، وذلك ضمن برنامج يومي للدوريات الأمنية الراجلة والراكبة ليل نهار عن طريق الانتشار الفعلي البارز لحماية هذه التجهيزات والفضاءات من أي سرقة أو إتلاف، ومحاربة ظاهرة الباع المتجول والعربات المجرورة بالدواب وكل الشوائب والعلل الأمنية التي تشوه سمعة وجمالية المدينة، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية. أما فيما يخص موضوع أمن الملاعب، أود الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختارت على الصعيد الوطني الملعب الشرفي بوجدة كأحسن فضاء رياضي بدون شغب تنظيما وأمنا بفضل الجهود الجبار التي بذلها رجال الأمن عند كل لقاء رياضي، وكذا التنسيق التام بين المؤسسة الأمنية ومندوبية الشبيبة والرياضة والفعاليات الرياضية بالمدينة، كما أشيد بالروح الرياضية العالية التي يتمتع بها الجمهور الرياضي الوجدي والذي أبان عن انضباط كبير خلال كل مباريات الموسم الرياضي الحالي. إن رجال الأمن بمختلف درجاتهم وفئاتهم كانوا وما يزالون وسيبقون مخلصين لشعارهم الخالد الله الوطن الملك، حريصين على حماية مقومات أمن البلاد والعباد، رائدهم في ذلك التضحية نكرا الذات والعمل الدؤوب ليل نهار بروح الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل على تطبيق القانون حتى تعم السكينة بكل ربوع المدينة. وبهذه المناسبة
فإني أجدد التنويه بهم قطرا وعناصر، وأدعوهم إلى المواصلة على هذا النهج القويم، وذلك بتنسيق مع إخوانهم رجال الدرك القوات المساعدة والوقاية المدنية وباقي المصالح الأخرى. كما أنني سعيد بوجود أرامل وأيتام رجال الأمن وكذا متقاعد الأمن الوطني بيننا لمشاركتنا لإحياء هذه الذكرى الغالية، والذين أشكرهم على ما أسدوه للبلد من خدمات جليلة نستحضرها في هذا اليوم التاريخي. أطال الله في عمر أمير المؤمنين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، ومتعه بموفور الصحة والسعادة والهناء، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، وأن يشد عبده بصاحب السمو الملكي المولى الأمير المولى رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد والي الأمن. والآن